بسم الله والحمد لله حمدا كاملا مقبولا من لدن الله سبحانه وتعالى. يقول مولانا في الآية 28 قالوا إنكم أي المستضعفون قالوا المستكبرين قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. كنت دائما تتحايلوا علينا جينا من طريق اللي سهل عليكم باش تغمونا وتضللونا وتأتونا عكس الحقيقة ما لا باش احنا نكونوا بعاد عن حقيقة الإيمان، لأن حقيقة الإيمان كان علينا أن نتبعها، ولكن أنتم عملتوا تورية وتغطية لتضلينا فوقعنا في فخكم. وهذا اللي قاعد ياك اللي عند المزايد، ولهذا كل من يدعي من الشعوب اللي حر بالنسبة لليهود يكذب، وأول من كذب هو اللي يقود فيهم لور ليدر كي على سولد دي سيونيست. ولهذا ردوا بالكم اللي قاعدين عندهم علاقة، قال شنو يبداو هادي يتفخروا هذاك مو تونسي ما مولود في لاكولات، من تونسي اخونا ويجم وزير السياحة مش بطبيعة الأمر يهودي وصهيوني مش ينادي أمثاله يجاو تونس بزيدوا يخربوها بالجو وبالفساد الأخلاقي والفساد شو اسمه هالحكاية بتاع جندر جندر جمعنا يعني بالسيف تحبوا تقنعوا الناس اللي الإنسان عنده الحق باش يكون ذكر ولي أنثى ذكر بما خلقه الله عليه من ذكورة، تولوا المر بالذات مش تخربوها مش دخلوا القعباجي فيها، هرمون التذكير التستوستيرون مش تتحايلوا عليها بالكيميائيات وبالجينات الوحدة الوراثية مش تدخلوا بعضهم وتخربوا لهم حياتهم. هذا بعض ما أنا ما نجم نوصله لكم لتحذيركم من أكاذيب وأباطيل بني صهيون. وإحنا بلغنا اللهم فاشهد أن أمة محمد عليه الصلاة والسلام وهو حبك الأول يا حبيبنا يا كريم يا رحمن يا رحيم، إحنا على خطاه نسعى، ومن جملة سعينا أن نذكر الناس بحقيقة مؤامرة بني صهيون. أنا اللي تقصد تعاست الإنس والجن، قال شنو؟ قال إذا كان ما نعملوش الكيوس هي الفوضى مش يجي المسيح نتاعنا، المسيح نتاعنا سيلون تكريست المسيح الدجال، وهذه أكبر فتنة ربما احنا فيها تو، إلا هي إرهاصات لمجيء الخائن هذا لربه. ولا فائدة في التطويل، والسلام عليكم بالتمام والكمال يا من تريدون لأنفسكم أن تكونوا من أهل الإحسان حتى تتحصلوا على السعادة الحقيقية في دنياكم وأخراكم. السلام علينا أهل محمد بالتمام والكمال، محمد عليه الصلاة خير الصلاة والسلام، والحمد لله بالتمام والكمال.